تفيدك من الشعر بيت. لحظه خل الشهر طلع لنا اقتراح واحسن نروح الدوله الفلانيه واحسن وياه كله مغر عشان يضحك عشان ياخذ تدريب والدرجه الاولى ويحرق الدنيا ولا عودنا انا بنريح. قال في محتوى في الدوله الفلانيه عسى تدول ان شاء الله لما تدري وانت تدري يا غازي 150 الف اللي يقولها 200 الف هذه كنا كلها من ظهرك انت كلها سفريات خل هذه الرجال ضحك عليك اخذ اعلاناتك وتدفع لها الطيره خل هذه ينمق لك السالفه يحط لك باقه سفر اول مره تروح الديره هذه يحط لك اياها الباقه الباقه هذه تكلف 100 مرحبا حياكم الله يا ربعي على وجبان طاري على وجهه عدل على وجهه مختلف والله حياكم الله على واجب طاري يا ربعي يا مرحبا ومسهلا وانا عمكم زال انهم موجودين هنا ما علاك ما لعش واسكن والعلوم الطيبة كلها موجودة عندي لا كنت مثل الشيء الاهل امس اللي تقول انا مستاجر لكم وطلع غاز الذيابي بعد العشاء تحطون الغاز الذيابي وانا في المواقف رايح جاي من ظهر صورت اي نعم اثبت ها خابرني دلخ نثبتها لا والله هذا كلام تسواه ابو غازي وانتم تستاهلون بيض الله تستاهلون والله هذول اللي يبذلون ويستاهلونه وكل واحد فيهم له واجب ترى بس الرجال عمهم من عمهم انا ما عمهم انا هذا الكلام انت بالزاويه ما معك درب انت تحاش معك هلا انا من تحت الكنبه هذه ولا ادري شيء تروني شرعوا في الفتحه هذه ثم الله يستر ما عاد اني مسعول انا حق السلام عليكم يا تيبه وش اموركم طيبين طيبين وبخير وش اموركم يا عتيبه سلام عليكم يا عتيبه كل ليل ودام سلام عليكم يا عتيبه ولا اقول لك اعلان مبلغ وقدره وشارك لا اله الا الله قدام تسري لا اله الا الله مليون وانا ما شفته وقدام تسري لا اطلع لك يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 هذا الصحيح أبو تميم الله يعزك ويحييك حنا ترانا كلنا ما ندانيك أخو نواف اسمع أولى أولى الذيابي والله هنا نوريك هذا الصحيح وقول غليت أخو نواف صحيح وش توريني يا الذيابي أنت أوريك طال عمرك أوريك النار الكبرى اخطيت يا ابو حشم اخطيت اخطيت انت اخوي الكبير واني بعد بخاطري انا اسلم الله يخلي لك زعيم المشاهير الله يخلي لنا كلنا اللي موقف لك على الشر والخير خير يدعمك دعم حبي بمع الشواعي الله يخليك 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 الله لو ما انت غالي صرب الحيل غالي يا رجال سلامكم بسم الله انت علىك علي والله تعال ابو غازي هنا قايم ومعها يهايط ويفرحون اذا الكود واحد نسيت والله بالرضا والنعيم مرحبا يا ابو خالد حياك ربي الرجل المتلثم قلبي هلا بالروح هلا بعمري ابو المها والله العظيم اني ما ادري انا كيف اوصف حجم السعاده اني انا معك يا اجعل والديك الجنه والله يا ابو خالد اللي يخرب سعادتي هذه جوالك الزفت هذا اللي كل شوي يشتغل منبه حقي يا اخي يوم يشتغل منبه طفى انا جيت يا جماعه خير تعبان جيت من نمران 200 كيلو ووصلت هنا الساعه 2 واخذت لي غطه ابو ساعتين وهذا حط الجوال الساعه 3:48 عشان اقوم اصلي ايوه هذا متى صليت الساعه 4:30 ليش لانك ما تقوم على المنبه تحط المنبه على الفاضي تعبان انا تعبان يا علي صليت امبارح هذه عادتك من 5 سنوات انا اذكرك في الجنوب والله العظيم يا جماعه حط الجوال على صلاه الفجر ما صلى الفجر الا مع الظهر ما يقوم لا كذا اوفر ما قلت انا عرفتك يا سيد
هد فيها شوي، قل سبعة، قل ثمانية، قل ستة. يا قلبي عندك ناس جنبك لا تزعجهم يا أخي. شوفوا الساعة كم، الساعة 6 إلى 8 دقائق وخالد الشيباني باقي في غرفته. عاد انتم تعرفون خالد الشيباني يتأخر. بمشيب. السلام عليكم. عليكم السلام. بمشيب انت دايم زي كذا، بمشيب تتأخر وتستشور. لا تعقب. ما استشر وين استشر؟ ترى جوا، ترى ما تدخل جوا اوريهم. تدخل وين؟ في ترتبيع هذا موجود. انت متابعينك في الحمام. انا اقول لك لا تستشور ولا لا؟ يا اخوي نجفف مو مستشفى. تعال الله يحييك. قلت لكم ما يبي يعلم الصدق، يعني متى ما يتعلم الصدق؟ يا اخوي ما هو استشوار، هذا اسمه تجفيف. اوه والاستشوار والتجفيف استشوار شيء ثاني. كله واحد ثاني. واحد استشوار شيء ثاني. بالله خلينا نروح هناك. لا دقيقه، الاستشوار اللي ياخذ ساعه. هو يقول كذا وثم يسوي حركات في الشعر. عليك تعرف الاشياء هذه، انا والله ما اعرفها. لان انت ما عندك شعر يساعد. شعرك لو تستشور بجينك وبجينك ما في فايده. لو تستشور بالنهار والليل كله ما في فايده. كله حبتين. ما في فايده، شعر ما في فايده. ابو خالد ما شاء الله عليك، لك باع طويل في التجاره. الله يسعدك. انت عندك فلسفه لكلمه تجاره، وش هي الفلسفه هذه يا ابو خالد؟ صحيح. في فلسفة في مصطلح تجارة يقول لك كل حرف يدل على شيء. أولها حرف التاء. التاء هو دلالة على توفيق رب العالمين. الله. التجارة إذا دخلت فيها، إذا مكتوب لك تتوفق فيها، لو ما بذلت إلا أسباب بسيطة تتوفق. وبعض الناس يبذل ويسعى ويتعب سنوات ويعود إلى تحت الصفر، مو الصفر يعني، يرجع عليه ديون ومشاكل، فسبحان الله ما تكون مكتوبة لك، فهي توفيق من رب العالمين يعطيها لمن يشاء. عز الله صوتك. الثاني حرف، حرف الجيم. حرف الجيم هذا أهم شيء أنا أقول في أهم صفة في التاجر، اللي هو الجرأة. التاجر جريء. التاجر إذا دخل في المشروع أو في عالم البزنس فهو متحدي نفسه، متحدي المجتمع، متحدي الدنيا كلها. ما عنده مشكلة يخسر. لابد يكون عندك جرأة عشان تنجح. إذا ما كان في جرأة ما تنجح، لأن أساساً الشخص الغير جريء ما يتجرأ أنه يجي ويفتح مشروع أو يدخل في بزنس أو إلى آخره. ولكن الرجل الجريء هو اللي يدخل ويقول أنا بتحدى العثرات وأتحدى كل الصعاب إلى أن أحقق المطلوب، وهذا اللي فعلاً يصل بعد توفيق رب العالمين. حرف الألف. حرف الألف معناه عميق ومهم جداً. دلالة على الأمانة. أمانتك مع ربك، أمانتك مع عملائك، أمانتك مع موظفينك ايضا خاف الله فيهم. الامانه هي كل شيء. شوف انا بضرب لك مثل، في شركات طلعوا خلال السنوات الماضيه واختفوا بعد سنه سنتين. وش السبب؟ تجد ان كانت كل اعلاناتهم مضلله وكذب، منتجاتهم كلها زباله فاشله رايحه فيها. فهذولي ما خافوا والله في العملاء، همهم فقط انهم يربحون ويبيعون. سبحان الله ما توفقوا سنه سنتين وبعدين قفلوا واختفوا من السوق. واللي يستمر على نفس الحال هذا ما يتوفق. لابد أن تفكر في كيف أنا أكون فعلا قاعد أقدم شيء ممتاز وأخاف الله في الناس ذولي اللي أنا قاعد أبيعهم عشان الدخل الأساس اللي يجيني يكون حلال. فالأمانة أمانتك مع ربك، مع موظفينك، مع عملائك جدا مهمة. حرف الراء. حرف الراء نقطة جدا مهمة في عالم البزنس والمشاريع، اللي هي الرؤية. لابد يكون عندك رؤية. أنت أساسا كشخص لابد يكون عندك رؤية في حياتك. الرؤية اللي هي التخطيط، يعني حاط خطة وتشوف أنا وين بروح، أنا وين أبي أوصل. فكل مشروع يمشي على بلان معين، لابد يكون موجود هذا البلان ويكون الشخص حاطه وماشي عليه وعارف وين يبي يوصل وكيف يحقق الشيء هذا، وحاط الأشخاص اللي معه وش الأدوات اللي بتساعده وإلى آخره. فالرؤية جدا مهمة في المشاريع. آخر حرف، حرف الهاء. الهاء. التجارة هبة يهبها الله لمن يشاء. وشوف الحرف الأخير والأول يعني بينهم ترابط مع بعض، التوفيق والهبة. رب العالمين إذا كتب لك هذا الشيء وإذا يعني كاتب إنه يهبك هذا المال وهذا الرزق فهو راح يجيك. وإذا ما هو بمكتوب لك فمهما سعيت لن يأتيك. ولكن إحنا نفعل الأسباب، ونسأل الله العظيم أن لا يضيع لنا تعب. اللهم آمين. وأن يعطينا إن شاء الله على. طيب أبو سلمة، هل الإنسان اللي بيدخل في التجارة أول تجارة بيكسب فيها ولا ما بيكسب ولا بيخسر؟ والله شوف، هي البداية حظوظ، والبداية صعبة ومؤلمة. في مثل في نجد
يخسر فيها وهذا شيء طبيعي، لابد تخسر. وانا واحد من الناس ترى اكلت على راسي الين ليه الحمد لله امورك زينه، فشيء طبيعي انك في البدايات لازم تتاثر ولازم تخسر. وترى الخساره هذه بالعكس ما تزعل، هذه تقويك وهذه درس لك. كل مشكلة تحصل معك وكل خطأ يعلمك شيء جديد، والخسارة هذه تخليك تتفادى مستقبلاً أشياء كثيرة. عز الله الصادق، الله يسعدك يا الشيخ علي، وشكراً شكراً على هالكلمات الطيبة. نتعلم منك أخي، كان خليت سيرك على التجارة، ليش جيتنا في عالم السناب؟ وش تبي معنا في عالمنا؟ شوف أنا بقول لك شغلة، في ناس يقولون لازم تصاحب صنعتين ما ينجح ما أدري إيش، أنا ما أحب الكلام هذا. أنا أقول لا تضع البيض كله في سلة واحدة. عز الله يمكن صادق. التجارة هذه كلها تروح عليك، خلى لك خط رجع. أنا خاف تغطي علينا في الإعلانات. لا يا أبو المال ما غطي عليك أنت، ما شاء الله عليك مبدع. لا والله واسمك يصلح في كل مكان. ما نجي إلا من بعدك والله يا أبو خالد. الله يوفق ذا الوجه، إن شاء الله مسيرة حافلة بإذن الله في سناب شات. يا رب بإذن الله. الله يسعدك، تعلم منك. بيض الله وجهك يا أبو غازي. جعل والديك للجنة، وش هالشغل الطيب؟ وش هالحركات يا أبو غازي؟ هذا الحرام لو ما تستاهلون هني ما قدم. هذا والله مطيب. تستاهلون اللي أنتم مقدمين، وأنا كرامة. ما يستريح اللي عزم الرجال اللي دعاهم للشباب واستجابوا. عز الله الصادق. غازي من ظهره وعاص من أعمامه. أشوفه في الموقف من ظهر. هذا طليين ياخذ وهذا طليين ذبيحتكم، ما بي كلام، راح اخذ انا بنفسي. والله انك كفو يا ابو غازي. هذا راح اكنسلها واجيب حاجه. الله يكفو. والله الشباب معترض وما حاله، اللي فشليها انا اقصد. بعضهم يبذلها ويستاهلها. وبعضهم وبعضهم معهم. يا بابا ارحم. تدري ايش ينطبق على هذا ابو غازي؟ إيه؟ ينطبق على بيت الشاعر اللي يقول الرجل اللي قال لك الطياره يجيد قامت تلفت ناكته في ولدها. بب 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 اي والله علي حرام انك تستاهل كل عرف الطيب. يا اخي انا احبك يا ابو غازي والله لك محبه. ما تيجي تدور عشان على السفره، خلني انا. يلا 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 ابد معشه. اصبر اصبر. كلا مكسب ولا راس مال. يا لا لا يا لا لا الله.